وللمزيد من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، يعني هناك العديد من الفعاليات وإقبال كبير من الزائرين والسائحين، أنقل لنا الأجواء لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم، فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا تتوقف، فبالطبع الحفلات الغنائية ربما هي السمة الأكبر والأهم خلال هذه الفترة، ولكن هي الأهم خلال يعني آخر الأسبوع دائما، وهو يوم الخميس أو الجمعة أو السبت. في باقي أيام الأسبوع وأيضا في نهاية أيام الأسبوع تستمر أيضا الفعاليات الرياضية التي تحدثتم عنها، منها الفعاليات الخاصة بكرة القدم. على سبيل المثال اليوم سيكون هناك أيضا مباراة أخرى لبعض رموز كرة القدم في الملعب الذي تم إنشاؤه بالطبع على المنطقة في المنطقة الترفيهية، والذي يطل مباشرة على البحر، ربما هذا ما يميز هذا الملعب. ولكن بجانب هذه الفعالية، الفعاليات الأخرى الموسيقية والغنائية ما زالت مستمرة، ولكنها لا تقتصر فقط على منطقة اليو أرينا وهي مكان الاحتفالات أو الحفلات الغنائية الكبيرة في نهاية الأسبوع، ولكن أيضا المسرح الروماني في المدينة التراثية يستقبل الفرق المختلفة التي يعني إما تنشد أو يعني تلعب الموسيقى المختلفة. كان هناك يعني قريبا حفل فرقة المصريين بقيادة الموسيقار العالمي هاني شنودة، اليوم سيكون هناك يعني حفل لفرق ما يطلق عليها الأندر جراوند، وهي فرق يعني تغني أغاني الروك أو البوب فيوجن، وهذه الفرقة ستكون متواجدة اليوم وهي كود مصر، ستكون متواجدة في الساعة 7 على المسرح الروماني في المدينة التراثية. فرقة كود مصر يعني تغني منذ تقريبا 8 سنوات، يعني أطلقت ما يقرب من 40 أغنية تقريبا، وهي تختص أكثر بالشباب وأيضا اختصاص يعني ربما الموسيقى الغير تقليدية إذا جاز التعبير. ستكون هذه الفعالية موجودة اليوم. بالإضافة لذلك رصدنا بالأمس يعني استعدادات واستعراضات سباق الهيجن الذي سيكون يوم الثلاثاء، بداية من الثلاثاء والأربعاء سيكون الختام هنا في العالمين الجديدة. بالأمس كان هناك الاستعراض في العالمين الجديدة والممشى السياحي والمنطقة الترفيهية وعدد من النقاط التي مر بها الجمال ومرافقي الجمال. هذه الجمال ستشارك غدا من يعني ما يقرب من 17 محافظة، سيكون متواجدين بالفعل غدا في العالمين الجديدة. مهرجان الهيجن يعني كان يتواجد من قبل كما نعرف في شرم الشيخ على سبيل المثال، في العريش على سبيل المثال، العام الماضي كان أيضا في العالمين، وهذا العام في العالمين سيكون هناك يعني ما يقرب من 1506 أو 37 يعني جمل يشارك في هذا السباق، سباق الهيجن، بالإضافة كما ذكرنا ل 17 محافظة يشاركون في هذا السباق. ومع ذلك تستمر بجانب هذه الفعاليات فعاليات أخرى ثقافية، على سبيل المثال وزارة الثقافة ما زالت يعني تنشد الفرق المختلفة لتتحرك في الممشى السياحي، فعاليات للأطفال في المنطقة الترفيهية. وبالطبع ننتظر في نهاية الأسبوع الحفلات الغنائية كما ذكرنا في اليو أرينا، وهي حفلة التسعينات كما يطلق عليها يوم كريم. الخميس بحضور عدد من النجوم الكبار، ويوم الجمعة أيضا. هذه هي أهم التفاصيل، وعودة إليكم مرة أشكرك شكرا جزيلا على هذا السرد والتفاصيل الكبيرة. الزميل كريم بيبرس كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة.